فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة على التوالي بعد منافسة شرسة مع غريمه اللدود نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على هذا اللقب طيلة عام 2012 الماضي. ودخل ميسي التاريخ التهديفي لفريق برشلونة بعد أن رفع رصيده إلى 233 هدفا في مارس الماضي، ثم أصبح أول لاعب ينهي موسما في الدوري الإسباني وفي رصيده 50 هدفا، إضافة إلى إحرازه للقب هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفاً. ويؤكد النجم الأرجنتيني تميزه المطلق في لعبة كرة القدم من حين إلى آخر، وما حققه الشهر الماضي يثبت ذلك، إذ نجح في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الألماني جيرد مولر من حيث عدد الأهداف المسجلة في عام واحد، بعد أن رفع رصيده إلى 86 هدفاً ثم إلى 91 مع نهاية العام. وأعرب ميسي عن فرحته العارمة بالفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2012 المنصرم، مشيراً إلى أنه يحب كثيراً الألقاب الجماعية التي يحققها لفريق برشلونة أكثر من الجوائز والألقاب الفردية.